مشاهدينا الكرام اهلا بكم من قناه السعوديه ونتابع واياكم الان في بث حي ومباشر مراسم وصول واستقبال سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في زيارته الرسميه لدوله باكستان الصديقه والشقيقه والتي تاتي بتوجيه ملكي كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود. الزيارة من سمو العهد كما تشاهدون الان واستقبال رسمي رفيع المستوى للوفد السعودي ولكبار المسؤولين الذين هم في معية صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. بكل تاكيد تاتي هذه الزيارة في اطار العلاقات التاريخية وكذلك استمرار للتعاون المشترك بما ينعكس ايجابا باذن الله على البلدين والشعبين الشقيقين. نشاهد الان واياكم استقبال ووصول صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ويتوجه مع مضيفه الى القاعه وذلك لمراسم الاستقبال الرسميه. مشاهدينا الكرام طبعا تحظى العلاقات السعوديه الباكستانيه بالكثير من التعاون والعمل الثنائي وكذلك تطمح في هذه الزياره من سمو العهد لفتح افاق اوسع لمستقبل هذه العلاقه باذن الله ايضا تحظى هذه الزياره الكريمه من سمو العهد من اهتمام حكومي كبير وشعبي